الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صحتين وهنا، حلقه بدايه الاسبوع. ان شاء الله يا رب تكون بدايه اسبوع موفقه لكل قاعدين عم بحضرونا اليوم، وتبلشوا يومكم هيك بايجابيه وسعاده كمان وابتسامه. اكيد حلقتنا رح تكون حلوه كثير لانه معي الشيف خميس اليوم بوصفاته الطيبه. مرحبا شيف، كيفك؟ انا منيحه، انت كيفك؟ تمام، ودعنا الاسبوع وبدينا الاسبوع. سبحان الله، كله بمرق بسرعه عن جد. سبحان الله، بالضبط. شيف خميس اليوم وصفاتك انت من الاخر صراحه. من الاخر اليوم احكي لنا شو عامل اليوم. بدنا نعمل وصفات مكسيكيه بنكهات خفيفه لطيفه بمكونات موجوده بكل بيت، من دون فزلكه، من دون شيء عن جد. اوكي. فرح نعمل رز مكسيكي هيك بطعمه نكهات مكسيكيه طيبه، وحنعمل كمان الكسديه كمان بمكونات موجوده بكل بيت. تمام. وحنعمل كمان سلطه بالشبس والاشياء الزاكيه، يعني احضرونا رح تنبسطوا كثير. اكيد، شكرا لك شيف طبعا على الوصفات الطيبه اليوم، واكيد لكل اللي قاعدين عم بحضرونا. خليكم معنا على اللايف على عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال، وان شاء الله نقدر نقرا كل تعليقاتكم اليوم. لكن خلينا نبلش هلا اكيد بوصفاتنا مع وصفه الأولى. ولا لشف خميس. يلا. كسدية الدجاج، عندنا صحنين من صدر الدجاج او صحنين صدر دجاج مسحب من الوطنية، نصف كوب زيت الكرم، بصل مقطع، 3 حبات فلفل حلو ملون، ضمة كزبرة، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة بابريكا حلوة، ومعلقة كبيرة بابريكا حارة، وبكيت خبز تورتية. وعندنا كمان كوب جبنة شيدر، كوبين لبنة، ربع كوب عصير ليمون، وكوب فريش كريم، وكوب بصل أخضر، وملح وفلفل أسود. من بعد ما أخذنا المقادير أكيد رح نبلش تطبيق الوصفة معاكم، فخليكم معنا بكل تفاصيلها. واللي بحكي يعيدوا لنا الوصفة اليوم رح أزعل منكم. لا بمزح، أطلبوا اللي بدكم إياه طبعا. تفضل شيف خميس. صباح الخير. صباح النور، أهلين، تفضل. هلا والله. منيحة؟ الحمد لله أنا منيحة. كيف كانت حلقة يوم الخميس؟ والله كانت الحلقة يعني مليانة بالبصل والثوم و والله شريحة شعري لهلا، مع إني تحممت يعني، بس بعده ريحة شعري. نحط زيت الكرم يا جماعه. اوكي، نحط زيت الذره اليوم مستعملين بهاي الوصفه. يا الله قديش دقيقه الملاحظه. زمزم الكرم. اوكي. طيب بدنا شوي زيتات يحموا، طنجرتنا عم تحمى، في عندي هنا البصلات الحمر مخبيهم عندك مفاجاه، هدول عشان بتعرف البصل الاحمر قديش بعطي طاقه وريحه واشياء كثير لطيفه. بدنا نضيفهم جوا. طبعا بتضحك غصب عنها يا جماعه، مش منتبه على البصل. هيك الضحكه بتعرفوا. طيب شيف خميس احكي لنا هلا عن الوصفه هاي شوي. انا ايش كنت احكي؟ انت هاي يعني ايش؟ احكي لنا عن وصفه اليوم. ليش استفدت؟ لانه هيك يعني استغربت. كل اللي عملتيه واحنا بنبدا هو هلا رح يطلع. لا طيب. لاني انا شايفه هناك فليفله مقطعه مكعبات، وشايفيتها هون بالطول. شو السبب؟ ليش عن جد ليك عامل اللي هون وصفه واللي هون وصفه؟ اوكي، هون وصفه لانه هناك في بصل عادي وفي طب خلص تمام. طيب عندي هون بصل احمر. صدمتني، خالط لي كل المقادير مع بعض. يلا اوكي اسمعي، هدول بس عشان بثير الاسئله داخلك عشان نعمل اجواء بالحلقه. طيب انا حطيت هون رشه ملح. اوكي، على البصلات بدنا نقلبهم. انت كيف انت تقول اكل مكسيكي؟ بعرف انك بتاكليش دجاج، عارف هاي الجمله. لا طيب. بس بعمل ممكن فيجيتيريان فاهيتا تاكوز كل هاي الاشياء، بتعرف تعملي؟ طبعا مجبوره اعرف اعمل، انت عارف 100%. صح صراحه. هو الواحد لما ما بيكونش بحاول يعني، ما مثلا ما باكل الدجاج بصير اخترع باللحمه. فانت هلا لما بتكونيش عندك عم تاكلي دجاج، بتعرفي انه ممكن اذا بفتح معك هذا النقاش ممكن تفتحي عيوني على اشياء انا ما كنت بفكر فيها. طيب زي ايش؟ احكي لي. انت عم بتقول لي انه ما في دجاج وما في لحمه، ايش بتعملي بالضبط؟ احنا هذيك المره كنا نحكي انا وياها. هلا اكيد عندي هاي على فكره، في كثير اسئله وكثير بحكون احكي لبنات احكي لنا عن فوائد الشيء الفلاني، بكون عارفه، بس انا هو الهدف انه اطلع لكم هي شو عندها اشياء، لانه بصراحه عندها هي شاطره كثير بهاي المواضيع. بس الفكره من الموضوع، عمرك حاولت تعملي دجاج من بدون دجاج؟ دجاج بدون دجاج؟ قصدك وصفه بدون دجاج؟ وصفه انت بتعرف ايش اللي بيميز اصلا الاكل الفيجيتيريان او الفيجن بشكل عام؟
هلا او ايش اللي بيميز انت الاشي اللي بتاكله بشكل عام؟ هو البهارات تبعته. فلفل حلو يا جماعه، انا حط فلفل كمل، هو البهارات تبعته. فانت لما تستخدم البهارات اللي انت بتستخدمها لنفس الوصفه مش رح تحس بالفرق كثير. اوكي. وانك تعمل دجاج بدون دجاج، في كثير وصفات اللي هي بتنعمل او انواع مشروم اللي هي بتكون يعني شبيهه بالدجاج، بتنعمل بطريقه اللي حطيت عليها البهارات بتحس حالك انك انت تاكل دجاج بس انت عم بتكون فيجن. قديش بتحسي حالك تخترعي؟ كثير. طب عمرك فكرتي تاخذي هذا الـ هذا الـ هذا الخط انه انت وصلتي لمرحله عم تشتغلي باكل الفيجيتيريان، عمرك فكرتي انه جد تبلش تعملي هذا الموضوع؟ يعني هلا شوف، في 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 بلان اكيد، بس لسه شوي شوي عم نشتغل عليها. بس بالنسبه للاكل المكسيكي انا بفهم، يعني هلا انت مثلا اليوم عم بعمل الوصفه هاي بقدر انا استغني عن البروتين الحيواني. أوكي. واخليها بدون البروتين الحيواني، بس مثلا الاجبان انا ما عندي مشكله فيها، تبقى هي بالوصفه هاي وهيك انت ما بتحس كثير بالفرق. انا بالنسبه لي ما بحس بالفرق، يعني بطل عندي يفرق الطعم موجود بس 100%. اوكي، بطل يفرق معي انه ايش نوع البروتين اللي موجود بالوصفات. اوكي، عشان هيك بس. طيب هلا بدنا نضيف الدجاج ونستمر بالحكي على هذا الموضوع لانه صراحه حلو. تمام. طيب بدنا نضيف الدجاج على البصل والفلفل الحلو ونقلبهم مع بعض. تمام. اوكي، طبعا احنا اليوم مستخدمين زلطة دجاج من الوطنية، مقطعينهم بشكل كثير رفيق. بدي اضيف عليهم هلا البهارات. اوكي، شو اخبار متابعينا؟ امورهم تمام؟ بسلموا عليك المتابعين. والله يا شيف خميس، بس انا هيك ضليت سرحت بالموضوع اللي انت حكيت فيه. لا هو على فكرة هذا الموضوع هلا رح ارجع اكمل حكي فيه. هلا الواحد لما بتعمق بموضوع انه هلا ممكن انا اهتم بالموضوع بس ما بيكون بخصني بشكل شخصي، وبتلاقيني اهتميت فيه كثير وبلشت ابحث عنه وبلش اشتغل فيه كل هذا الحكي. بس دائما لما بيكون الموضوع بمسنا احنا كاشخاص، ادراكنا للموضوع بيكبر اصلا، يعني بنصير نفكر بطريقه اكثر منفتحه. وعشان هيك انا سالت بنت، لانه دائما لما انا وياها بنتناقش بموضوع الاكل وخاصه تحت الهوا لما بنكون نحكي عن الاكل الاكل الصحي او بنحكي عن الاكل الفيجيتيريان الخضار الاشياء هاي، بتصير تحكي معي بطريقه بحسها شف طلع معي هيك بتحكي. فهذا شكرا. الاشي هي ما شعرت فيه وما وصلت فيها الا لانه هي لمسته كيف بتطبخه وكيف بتاكله، يعني الفكرة عندها من البداية للنهاية. وهذا الاشي اللي انا بحس لما واحد بروح بعمل اشي او بفكر باشي هيك، اذا ما لمسه هو كشخص ما بحسه بنجح معه، لانه طول الوقت رح يضلوا يمثل علينا هو باكل دجاج ولحمة ويضلوا يمثل علينا انه اذا ما عملنا هيك وعملنا هيك مش رح اصدقه 100%. بس هو شوف شيف خميس، بدي احكي لك شغله يمكن احنا ذكرناها قبل بمره بحلقه من الحلقات زمان، وقلت لك انه للاسف انا لانه صرت مش كتير بآمن بصحه كلام المطاعم اللي انا بروح عليها. أوكي. لهيك اكثر صرت اعمل اكلي بالبيت اكثر من اني مثلا اكل بمحلات. بس في محلات معينه طبعا انا بعرفهم منيح وما بيعرفوني منيح، بعرفوا شو انا مثلا وضعي الصحي وبعرف انه انا مثلا ما باكل لحم ودجاج. تناقشنا بهذا الموضوع صح؟ تناقشنا بهذا الموضوع. بس احنا للاسف انت بتروح بتحكي يعني للويتر بتقول له انه فيه مثلا كذا، بيقول لك لا ما فيه كذا وابصر شو هذا. تيجي بتقول له انا عندي وضع صحي فاحكي لي فيه، بيقول لك اه والله فيه. طب ليه اول مره ما حكيت الحقيقه؟ فانا بطلت كثير يعني أأمن، فصرت أعمل وصفاتي بالبيت. لهيك صار في كتير تنوع، لهيك صار في إنه أنا صرت أعمل شغلات يعني أنا شايفة إنها مناسبة لإلي وبعرف بالضبط شو عم بحط بالأكل. 100% بتحكي صح. هلأ بدي أبهر الكسدية. تمام. وعلى فكرة اللي أنت حكتيها كتير خطير لأنه موجود. مزبوط. موجود وبكثرة صراحة. 100%. يعني. طيب حطينا البابريكا الحلوة والحارة، بدي أضيف الكزبرة والكمون. أوكي. ونحركهم مع بعض. وبدي اغطيهم صراحه حتى تطلع ميه الدجاج وتنشف ويتحمر الدجاج. ونروح ناخذ وصفه الرز لحتى عندي هون الدجاج يطبخ ويصير جاهز، نرجع بنعمله سندويشات وبنسكبه جوا الصحن. طيب يلا معناته نطلع على المقادير ولا بدكم تطلعوا فاصل؟ المقادير صح؟ مقادير. لوصفة الأرز بالنكهات المكسيكية بدنا 4 أكواب أرز بسمتي من الكرم، بصلة مفرومة، 1/4 كوب زيت الكرم، معلقة كبيرة كزبرة حب، معلقة كبيرة كزبرة كبيرة كيجن سوري، معلقة كبيرة بابريكا حارة، معلقة كبيرة كمون حب، ضمة كزبرة طازجة، 1 كوب بندورة كرزية، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
مجتمع مشف خميس، معناته من بعد ما اخذنا المقادير قبل ما نبلش بالوصفه احكي لنا شوي. هلا هون احنا هيك طيب. خلصت الوصفه هاي. هلا هون عندي دجاج انا بهرته، طبعا حطيت له البابريكا الحلوه والحاره وحطيت له الكمون، وكمان حطينا الكزبره البودره وملحنا ملح وفلفل. هلا زي ما انتم شايفين الدجاج على الكاميرا كيف صار لونه احمر، انا بدي اياه حتى تطلع ميه الدجاج وتنشف ويبلش الدجاج ياخذ عندي لون. بنكون خلصنا من وصفه الرز، بنرجع بنعملهم سندويشات، خلصنا كل الوصفات. طيب نحلي حولي أموركم. طيب أوكي. أخذنا وصفة الرز، عندي هون طنجرة سخنة على النار، خليني أحط هذه هون أحسن لأنه إحنا بدنا هون عالي هون واطية. تمام. هون عندي طنجرة سخنة محميها، بدي أحط فيها زيت أوكي. من الكرم ونتركه حتى يحمى، وإذا بدك نرجع بالفاصل بتكون كله خلص. تمام يلا إذا فاصل صغير يا جماعة، بعديها رح نرجع معكم لحتى نكمل الوصفة الثانية. رجعنا لحلقتنا اكيد ومكملين معكم بحلقه الاحد وكل تفاصيلها مع شيف خميس، وكنا مبلشين بوصفه الكاسادياز وهلا رح نكمل معكم بوصفه الرز. شيف خميس تفضل. طيب عندي هون البصلات حطيتهم على الزيت لانه حميوا بالفاصل. اوكي اوكي بدنا نملحهم ونفلفلهم. تمام ملح وفلفل. كيف حالك انت؟ انا والله منيح الحمد لله، انت كيف حالك؟ ملح نشوف المتابعين ولا البصل. ما نشوف المتابعين البصل هلا هيك رح ينطبخ اسرع بسبب انه حطينا له شويه ملح. رح بدنا نضيف الكمون الحب. اوكي اوكي جنن. هلا شمي ريحه ريحه الكمون لما بتحمص قديش حلوه مع البصل. اوف شو الشعر، شو ريحته حلوه، قصدي شو ريحه الاكله حلوه. اوكي شكرا شكرا. اوكي ابدعت. نقلبهم مع بعض، ننزل عليهم الفلفل الحلو الملون. تمام هذا سؤالك كان، هذا سؤال ليش هذا ليش هيك تقطيعات. ارتحتي؟ أمورك صارت تمام؟ أموري صارت تمام الحمد لله. أوكي نقلبهم. شم ريحة الدجاج قديش حلوة. خلاص تمام خلص. طيب أنا عم بقرأ تعليقات. رزان تحياتنا لإلك يا رزان، وعندنا كمان فايز صديقنا العزيز فايز تحياتنا لإلك. وليد النمري كمان بحييه، مساء الخير ومساء الورد والفل والياسمين وكل إشي حلو كمان يا وليد اللي دائما ببعث لنا كلام جدا رائع. واكيد لنوال تحياتنا لك يا نوال حبيبه القلب، ولكل اللي قاعدين عم بيبعثوا لنا. تفضل شيف. اهلا وسهلا فيكم، بوجه لكم تحيه كثير كبيره لكل الناس الموجودين معنا وعم بيعلقوا. عندي هون بندوره كرزيه. طيب نقلبهم كمان تقليبه حلوه. انا ما بدي خضره ابدا تدبل، احنا مش عم نعمل كبسه، ما بنعمل اكل عربي، بدي الخضره تضل محافظه على قوامها. تمام بس بيهمني كثير ان هالبصله تتحمر مع الكمون الحب. اوكي تحمص كويس. بعد هيك راح نضيف البابريكا اللي انا خلطتها مع البابريكا الحلوه والحاره مع بعض. تمام ونضيف الكيجن. اوكي وكمان الكزبره والكمون. تمام أوكي. اوكي وبدنا نحركهم حتى هيك انه النكهات تتجانس. حط المعلقه هذه هون، حطيناها هون. تمام ايش بدي احط هون؟ بدك تحط الصحون هون، صحون صغار تعون البهارات هون. اوكي هذا معلومة جدا مفيدة أكيد لازم تستفيدوا منها. لازم تعرفوا أنكم وأنتوا بتشتغلوا لازم تضبطوا أول بأول. نعم وتسموا وينكم تحطوا كل إشي، الصحون هون المعلقة هون هيك ضروري جدا. أرد. ونحرك بالمعلقة الكبيرة هيك بالطنجرة هون. طب اقرأي لنا تعليقات، أنا كثير حابة اليوم أسمع تعليقات. طيب كثير هي ميسون سامين. ميسون كمان مثل العادة بتبعث لنا دائما، شكرا لك يا ميسون تحياتنا لك كمان، تقول روعة منورين. شكرا لك يا ميسون. وكمان لميسر كمان تحياتنا لك ولكل اللي قاعدين عم يبعثوا لنا. مريم تحياتنا لك يا مريم كمان تحياتنا. ما في أسئلة للجميع. ما في ولا شيء لهلا، ما في سؤال لسه. أوكي يعني بتعمل وصفات الكل بعرفها فما بدهم يسألوا. تسمعني دانا. أنا ما سمعت سوري. طيب طيب شوف خميس الرز هذا مع إيش بتقدم؟ يعني إحنا متعودين ناكل رز مع لبن، رز مع سلطة كذا. هذا بده فريسكا الصراحة. إيش بده؟ أوكي بده فريسكا، والفريسكا هو يا جماعة سلطة المكسيكية، سلطة البندورة المكسيكية اللي بيجي فيها البندورة الناعم مع البصل والكزبرة وكمان الهوت صوص، ويعني صراحة هذيك كثير طيبة. طيب هلا بدي احط هون المي السخنة. اوكي
ونعطيهم شوية ملح خلي الطعم هيك يركز أكثر، وننزل الرز البسمتي من الفرن. أوكي. أمورك منيحة صارت؟ أنا أموري منيحة. أنا عارف. بس مش قادرة أسمع كنت دانا إيش كانت تحكي عشان هيك. كانت تدافع عنك، أنا بحكي لك. أوكي شكراً حبيبة قلبي. حط شوي من الكزبرة. أوكي. خضرة. وجه تحية كتير كبيرة للفرامل، شكله كتير تعبان كان. فرموها كتير منيحة أكيد، شكراً لإلهم. بنوجه لهم تحية يعني، دون ذكر أسماء. أوكي. أعطي شوية ملح بس. ما أعطيت ملح أنت قبل شوي؟ أعطيت بس هلأ بدها كمان شوية. رجع بالك تعطي كمان شوية ملح. تمام. هلا ما انا اذا بدي احكي دانا ايش بتقول لي؟ خميس اختصر بدخل على الاستديو، فهمتي؟ هيك حكت وانت مش اوكي. طيب شيف خميس، طيب قولي هلا يعني شوف، انا من عشاق الاكل المكسيكي والتاكوز والكاسادياز وكل الاكل المكسيكي اللي احنا بنعمله، وكثير بحب كمان فكره انه قد ايه هم بفوتوا الجواكمولي، بفوتوا كمان الساور كريم بكل الوصفات تبعتهم 100%. اليوم احنا حنعمل بس ساور كريم الحقيقه، لانه عملنا جواكمولي انه يحكي ثلاث مرات هون، انه خلص انه بالنسبه لي عملناها كثير، وكمان ما بدنا نرفع تكلفه الاكلات كثير اللي عم نعملها. أوكي. فهذا من هذا الباب فقط ما عملت انا جواكمولي. انت اليوم يعني هي الفكره انه كلها مقادير موجوده بالمطبخ صح، بس بنفس الوقت نكهاتها مكسيكيه. احسنتي، وانا يعني انا قصدت اول الحلقه لما حكيت فانيتا انه بمقادير موجوده بكل بيت، جبنه تشيدر اللي بدكم تشتروها، دجاج اكيد يعني بده يكون مفرز، الخضره اكيد موجوده، البهارات اللي انا حكيتها ما في ولا نوع بهار، يمكن الكيجن هو الوحيد اللي ممكن ما يكونش موجود ببيت، بس هو كمان سهل ينجاب وسعره بالمتناول. اوكي. وبس هي هيك الفكره. بتعرف شو بحب كثير من الاكلات المكسيكيه؟ شوربه التورتيا. جربتها؟ لا. كثير طيبه شوربه التورتيا. اخر شيء طبعا تورتيا بيكون مقطع سلايسز، وبالاخر بنحط هي فيها بينز، فيها كمان ذره، فيها كمان فليفله. طيب انت عندك معلومات كثيره عن المطبخ المكسيكي؟ طبعا. من قديش؟ ما بقول لك مجبوره. مجبوره يكون عندي. لا المشكله دائما بتبهدل، دائما يعني دائما خطيبي ببهدلني، ببهدلني بقول لي هذا غلط، هم عارفين انت هذا مش مزبوط، هذا انت عملتيه بطريقه غلط، فانه مضطره انه اعرف الاكل المكسيكي مزبوط. مضطر عارفين. اوكي هلا عندي هون الدجاج زي ما انت شايفه فانيتا هيك، او انت مش شايفه انا شايف بس بنقول لك الصوره مش مشكله. اوكي بلشت ميته تنشف، بدي افتح عليه. اوكي تمام. ونعمل الساور كريم. الساور كريم يلا. تمام. طيب ساور كريم عندي هون، طبعا مكوناته يا جماعه هو موجود بوصفه الكاسديه زي ما احنا عارفين وحكين. هي هون عندي اللبنه، وعندي هون الفلفل الابيض. اوكي. عصير الليمون، ونجيب فريش كريم من الثلاجه. تفضلي. ممتاز. ايش اتفضل انا اعملها يعني ولا شو؟ لا انا انت بدك تعمليها. طيب اوكي انت بدك تعمليها. طيب لا معادل نمري تحياتنا لك يا معادل، عم تبعت لنا كمان يا شيف. ايش اذا عملتها اليوم ايش بصير؟ يعني بتصير الوصفات كلها خلصت معك. ماشي اوكي. طيب حطي فريش كريم. طبعا يا جماعه بدي احكي لكم شغله، انه هاي الوصفه اساسا ما بيجي فيها لبنه، وهي عباره بس عن كريمة مخفوقة بالليمون، وعشان هيك اسمها سور كريم. اوكي اوكي عشان بس ما فيها لبنة. بس انت اليوم استخدمت اللبنة. مش بس انا، كل الاردن تشتغل بالمطاعم بهي الطريقة عشان تكونوا عارفين. بعرف. عشان ارخص صح، وبتعمل كميات معكم اكبر. معك حق 100%. انت برضو عم تعمل، بنرجع بنحكي احنا عم نعمل الوصفات اليوم المتوفرة اكثر وتكلفتها مش كتير تكون عالية. بالضبط 100%. 100%. شو مال معادل النمري كنت تحكي؟ لا عم بتسلم علينا شيف خميس بس. الله يسعد قلبك معادل، تبعت لنا كتير. وهي ميسون كمان، وهي كمان تحياتنا لكم كلكم، تحياتنا لكل قاعدين عم ببعتوا لنا. وبرضه بسألوك شيف خميس، دجاج ولحمه نفس الشيء بتستبدلوا الدجاج باللحمه، باللحمه بالدجاج اكيد، او خضره فقط. لما بنحكي خضره ممكن تنزلوا فيها كوسه بتطلع كثير طيبه، بتنزلوا فيها كثير اشياء، فطر اذا بدكم. بالضبط. او ممكن نبقى على يعني اللي هي الخضره المكسيكيه مثل البينز، بينز اذا بدكم، ريد بينز، الذره، الذره والفليفله مع الـ مع الـ الفلفل الملون صح. وبس حطوهم جوا الكاسديه مع الجبنه وخلص، طلع معكم كثير طيبه صح. طيب صلصه الافوكادو جواكامولي اذا بدنا نسويه، مثلا بدنا نسوي جواكامولي افوكادو، طبعا هو ما بده ولا شيء، احنا الافوكادو بس نقشرها، لازم نضيف لها بس عصير ليمون عشان ما تسود، نحط لها كزبره فريش، زيت زيتون، بصل، بصل بصل ما بنحط جوا الخلاط، هذا الشيء كثير مهم. البصل بيكون مفروم فرمه ناعمه، بس نخلط الافوكادو مع زيت الزيتون والكمون وعصير الليمون
بنحركهم برا مع بصل مفروم وبندوره مفرومه بيطلع معكم خرافي 100%. اوكي فهذا هو بس عشان الناس اللي بيسالوا. كمان احنا وصفاتنا احنا قبل سبق وعملنا مع بعض عملنا هون فاهيتا وعملنا عملنا على ما اعتقد تاكو، وبهدول الحلقتين ممكن تلاقوهم حلقاتنا طبعا على اليوتيوب موجود فيهم صلصاتنا الثلاثه او صلصات المكسيكيه الثلاثه المشهورين عاملينهم موجودين على موجودين بهدول الوصفات بالحلقه على اليوتيوب، بتقدروا كمان تحضروها وتاخذوا الوصفات الفريسكا الجواجامولي وكمان الساور كريم 100%. طيب هاي اكبر كميه ساور كريم انا بشوفها بحياتي مبدئيا، دائما يكون ساور كريم هالقد الصحن بحطوا لك صحن هالقد اليوم يعني على جنب. اسمعي انا قديش بعاني فيها في المطعم لما بنعمل ناتشوز والناس قديش باخذوا مع الناتشوز اول مره انا ما بدفع على الاكسترا. في مطاعم اي شيء اكسترا بدفعوك عليه، احنا ما عندناش اكسترا للاسف، يعني بتدفعوا جبنه عادي خلص بتاخذي كل عن جد بحكي. بتعرف هذيك المره مين امبارح كان عندنا النقاش هذا بالويكند، كنا قاعدين عم نتناقش هذا الموضوع كنا قاعدين انا ودانا بالضبط، فكنا قاعدين عم نحكي انه كيف انه مثلا بيجي الطبق بنطلب مثلا اكسترا بارميزان تشيز اوكي، فهم مثلا بيجيبوا لك انه اكسترا بارميزان محاسب عليها. طب ما صح. هو انت مو حاطط بارميزان بما يكفي او مو مظبطها لحتى صح. انت انه ما تخلينا اطلب الاكسترا، انا اضطريت اطلب الاكسترا لانك انت مش حاطط مو معزز الطعم. على فكره هاي الشغله الموضوع اللي بنحكي فيه موضوع يعني بالمطاعم بعلم المطاعم هذا شيء كثير 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 مهم. في مطعم انا اشتغلت فيه كل شيء اسمه اكسترا، كله اكسترا، اكسترا دريسنج، اكسترا صوص، اكسترا تشيز، اكسترا اي شيء بتطلبيه اكسترا. فانت بتطلبي صحن سلطه بخمسه وبعدين بيجي عليكي كمان خمسه دنانير اكسترا بالضبط 100%. طيب شوف خميس رح نطلع لفاصل صغير وبعدها اكيد رح نكمل الحلقه. رجعنا معكم من بعد الفاصل لحتى نكمل، انا ما بفرق معي فكره مخرجنا علي رامي ف دونت وري. على كل حال رجعنا معكم من بعد من بعد الهزه بدي احكي الله يسامحك يا هيثم، من بعد الفاصل لحتى نكمل معاكم بوصفاتنا طبعا ونطلع شوي من الرعب. لحظة لحظة لا 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 خلص اسمعي خلص حولي الموضوع علي شوي بس لانه اوكي تفضل. احد المصورين الاعزاء اللي قاعد قدامنا ولابس اصفر هيثم أثار الرعب داخل فانيتا وحكى لها شوي عن الهزات الأرضية، طبعاً هي راجعة من الهزة الأرضية مش راجعة من الفاصل. بالضبط. فاهدي اشرب مي. خلص أوكي شكراً. أمورك منيحة؟ يعني ماشي حالي. أتمنى. طيب شاب خميس. نعم. رجعنا هلا إحنا رح نكمل. لا مش يارا مش هاني عشان قلتي لي. لا إحنا مزح كله. أكيد أكيد. لا وإحنا موجه تهيئة كلهم أكيد يعني إحنا بس بنمزح. طيب هلا بالنسبة للصوص أو الإشي اللي بنحط جوا الساندويش أنت تقدر تستخدم الأفوكادو الجواجامولي اللي بدكم إياه، أنا راح أستخدم كمان الساور كريم نفسه. تمام. أوكي؟ أوكي. بدنا نعمل هكذا. تمام. بالضبط هم يشوفوا شوف كميس شو بدك تعمل. هيك منيح؟ لا. أوكي. ما هو أنا مش كل واحدة بدي أحمل شو اسمه. مش كل واحدة. الدجاج هون لا كثير علي اليوم اليوم يا رامي. بدك تغلبني معك كثير يا علي اوكي بدك كثير يا علي اوكي. طيب انت رح تحط بالنص بجهه ورح تترك الجهه الثانيه لحتى تسكرها عليه. احسنتي اوكي تمام. يا عمي يعني هلا انتم بتعرف ليش الإمام المكسيكي كثير يعني كثير كثير ملمه يعني يا ريت بفهم عربي بفهم لا يعني بفهم مرحبا لانه انا شاكك انه بفهم عربي وهو عم بيحضر فيعني فهي عشان هيك عم بتحاول توصل له رساله شوف قديش انا بعرف لا لا صراحه لا هو ما بفهم عربي بس بتقدر تقول له هلا نسلم عليه لانه دائما بيحضرنا طبعا فبنقول له جينو 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 واسمه جينو يا جماعه هاي جينو هاي جينو اوكي طيب هلا بس انا هني كبستهم هيك زي ما انتم شايفين ونحطهم هلا جوا اوكي المقلاه هون احنا عاده بنحطها على الجريل تاخذ لون انا بالعاده شو بعمل لا بحضرنا انا متاكده انا شو بعمل بالعاده قولي بحط تورتيه تنتين بتقصيهم وحده وحده بحطهم فوق بعض وبنقصهم بصير بس احنا الموضوع شوي هيك شوفي كيف مغلبني ستايل يعني بده السيد علي شو اسمه السيد علي كثير مغلبني يلا بسيطه مش مشكله ولا يهمك السيد علي ما تزعل منه اوكي طيب شيف خميس نعم يا
يعني بصراحه انا شباب انا بفكر ابيعها بدينار اليوم كثير. شو مبسوطه على وصفات اليوم. ثانك يو. يا ريت منيح اللي اني قطعته وقلت له كنت ابيع بدينار لهذا. حرقت الخبزه حرقت ما انحرقت لسه. اه والله انحرقت بس هيك احلى خليها هيك بيعطيها لون. هسه لو مش انا بصير بدي اجيب ملقط مش عارف ايش بتروح السندويشه. يلا بس احنا شفاتي بحب اساعدك ولا شو امورك تمام؟ لا اموري منيح خلص اوكي. دائما حبيت اساعدك شوي دائما يعني. تجيني بس تخلص الوصفه بصير بدك مساعده بدك شيء امانه الله هيك خلفني. بدي اسلم على محمد عليبه طبعا واحنا ضروري نشتغل الوصفات. تحياتنا لك يا محمد. وكمان بدي اسلم على ام هاني كمان اليوم تحياتنا لك يا ام هاني. اهلا يا ام هاني اهلا. عبد تحياتنا لك كمان. رجاء تحياتنا لك عم تبعث لنا برضه. تحياتنا لكم جميعا لكل قاعدين عم بيبعثوا لنا تحياتنا للجميع. اوكي كيف الموضوع قديش سهل وقديش شكرا لكل حدا بيجيب لنا من هيك محارم على انا بحب محارم باقي صراحه. لا انت شفتي السهوله ولا معمت ولا شيء. لا لا بس انا بحب المحارم تبعون باقي خصوصا ورق المطبخ يعني اول شيء بتكون هيك الرول كبير وغير هيك انا بحب الانصاص ما بحب اللي بتكون ورقه كبيره بتحس انه مرات انه ما بتقدر يعني تستخدم كل الورقه كامله فخساره بيكون عليها. صح بس صراحه يعني باقي ابدعوا بمنتجاتهم مثل ما عودونا دائما. حقيقة بيستاهلوا عن جد عن جد بيستاهلوا. صح. طيب نرجع بالسوري كريم كمان تمام. طبعا ليش جبت هذا الصحن اذا كل شيء بده يكون عن جد مو طيب طب شيف خميس ليه ما عم بتحط السندويشات اوريدي هون؟ انا بدي احطهم هون. بدك تحطهم هون؟ اه طب عن جد ليه حطيت الصحن هذا هون؟ خلص انت بس هلا ايش؟ ما تدقي هلا مش رح تتركوا للصحن فانا اختصارا للشر عشان الشيطان ما يضل يحكي لي قاعده بتشتغل فيك بحطه أوكي. هون بحكي لك هاتي لنا الصحن هذاك هون. حاضر. سيد رامي انت خلص اخذت اللقطه اللي بدك اياها فبقدر احط هذه هون هيك. عشان اعرف اشتغل بس. تفضل شكرا لك سيد رامي. هيك شكرا منيح كمان عشان رامي يشوف. لا انا حطيت هيك عشان كان رامي يشوف بس يلا اوكي مو مشكله عادي بنعمل هيك خلص. شكرا لك يعني مش راح انسى لك هذا. اهلا وسهلا شوف خميس اوكي. اه بس ما تحرق السندويشات. تمام مش راح احكي قلت لكم انا عارف اوكي انا عارف. الله عليك شوف خميس الله. انا عارف شوفوا كيف حاسس حالي بعمل قطايف بس مش مشكله حلا. انا ايش متذكره انه انت اليوم يوم العائله تبعك لانه اليوم الاحد الله واليوم اللي بتقضي مع عائلتك وقت وبتطلعوا. ايش رح تعمل المشاريع اليوم؟ اليوم مشاريعنا بيتوتيه خالصه. حلو لانه رح اروح اطبخ اوكي والمشكله انه مبين على وجهي الموضوع فهمتي؟ مروح اطبخ طالع من هون اطبخ مباشرة رايح تطبخ اوكي مش غلط بس برضه ما سالتيني شو بدك تطبخ؟ شو بدك تطبخ؟ مش عارف الحقيقة بدي اروح على المول اشوف ما عارف؟ لا يمكن اعمل منسف. منسف الله الله هيك انا متأكدة ما في حدا ببعث لنا تعليقات الا بحب المنسف. انا متأكد انه كان نفسي هلا بهذا الموقف بس جينا يكون يفهم عربي ويكون يحضرنا لانه مش مشكلة انت مش عارفة ايش كنت بدي احكي. ليش؟ انا مو فاهمة ليش؟ لا. انتي 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 انا انا انتي انتي اه انا شكرا انا مالي انا انتي خلص ماشي يا شيف خميس. طيب. شكرا انا على كل حال رح اخذها كومبليمون هي اكيد كومبليمون اكيد يعني شكرا يا شيف خميس. طب احكي لي شو صار بالرز؟ الرز شكله انحرق. انحرق اه بمزح. في شيء انحرق هو انا شامم ريحه شاطه بس بدك تردوش عليها يا جماعه ريحه والله في ريحه شاطه انا شامم دانا اكيد انت شامم هي دانا دانا لو بالبيت شامل؟ عندهم شامل شامل ها تفرجوا اه الكل تفرجوا كيف شفتوا انه انشعطت. شفتوا هذه الك على فكره بس ما بتاكلي دجاج ما باكل دجاج الحمد لله. تمام شوف خميس هلا بدنا نسحبهم نشيهم نحرقوا كمان اوكي عشان ما نسمع احكي نكمل هيك بالعكس شو لا مش هيك بالعكس عشان الحرقه خلص اوكي لا عادي احنا هاربين منهم شافوها وشموا الريحه وصلت عندهم. طيب ماشي اسمعي ريحة الرز جد شكلها زاكية. هاي سمر يونس كمان ضمت لللايف شوف خميس تحياتنا لإلك يا سمر. تحياتنا محمد يا سمر. محمد كمان تحياتنا لإلك ولكل قاعدين عم يبعثوا لنا طبعا وإن شاء الله هيك يكون اليوم يوم حلو عليكم يا رب. اسمعي مش عادية الريحة دي طيبة تبخيرة اوكي تبخيرة هيك حسيتك اوكي تبخر. طبعا انا حاط عندكم على الوصفة يا جماعة باكيت من خبز التورتيلا انا مستخدم اثنين او تورتية عشان طيب شايف مش انا بس اللي عم بنتبه لمصطلحاتي وكلماتي بالمكسيكي
انا اظن شيف خميس اصلا هدول تنتين اخر تنتين يكونوا عشان فيش وسع كثير بالصحن. خلص هم اخر تنتين منتي عليها، اعتبري حالك انه اخر تنتين. حاضر ولا يهمك. شوفوا انا كيف بسمع الحكي وقديش متعاون مع زملائي بالعمل. اوكي، وانا بقول تقيمهم قبل ما تحط الدجاج. شو كذاب، شو حالي، شو كيف قلت تقيمهم قبل ما تحط الدجاج عشان بس ما تيلي ما ينحرق. ما تيلي لانه حرقت كل السندوتشات، يعني مش عارف شو بدي احكي لك. بمزح والله، بمزح يا جماعه، والله اني بمزح معه والله، بس هيك بحب استفزه مرات للشيف خميس. هيك تحبي تستفزيني؟ انا ناقصني وهيك خلص، ما هو مسلي لما تستفزه هيك، بيعطي هيك نظره على وجهه دائما شيف خميس بتكون هيك مسليه. أوكي. مسليه. شايف يدوب الصحن، يعني عن جد شكرا لك، مش عارفين من دونك وتوجيهاتك كيف راح تكون الوصفات كانت. ميرسي شيف. فبدي احط هديك بالعكس عشان تقعد معنا منيح. شيل الدجاج من هون. تمام، هيك بكونوا اخر سندويشتين احنا عملناهم. اوكي، صور كريم بدنا شيء لانه حطينا صحن. طب هاي ليه بالشقلوب بالسندويشه خصوصا؟ ايش هاي ليه بالشقلوب بالسندويشه؟ لانه مش منظرها مش حلو، كان هو مقلوب. أوكي. طالع من الجناب. تمام، اذا ما عندك مشكله، عندك مشكله عادي بغيرها. لا خلص تمام، مش مشكله، بنمشي لك اياها. قديش عندنا على الفاصل؟ قديش عندنا على الفاصل؟ لسه في وقت. يا منيح، ممتاز كثير. بنخلص هدول بعدين نطلع ناخذ وصفه السلطه كمان. ناخذ، شو رايكم ناخذها هلا الوصفه؟ ناخذها هلا قبل الفاصل بعد الفاصل؟ اوكي حاضر. ولا يهمك علي. اوكي طيب. طب انت حكيتي لي انه ايش؟ اعطيني شوي. اعطيتك شوي. اظبطهم. طيب ظبطهم انت اول بعدين خلص بنطلع بالفاصل. شيف خميس. نعم. يعني اليوم ابدعت انت بالوصفه هاي. ثانك يو. عن جد عن جد طلع منظر سندويشات بشهي، يعني الواحد بصير هيك جعباله هلا هيك يمسك سندويشه وياكلها. للأسف إني ما بأكل دجاج فما رح أكل سندويشة. لو إنها تمارة بالحلقة اليوم، بس لو إنها تمارة بالحلقة كان كيفت. أنت ضلك ورطيني مع تمارة. كان كيفت تمارة بالحلقة. ضلك ورطيني مع تمارة. على حظها بيعمل لها بامية. بس اسمعي، هي من الناس اللي بيحبوا هاي الأشياء أصلاً. يعني السماعة فالتي علي أنا. ضلتي تقولي له علي طلع السماعة وين وصلت، مش عارف أمسكه لأنه داي جلوبس. رامي أوكي. أوكي. لا بس انا بدي افهم قبل ما اطلع الفاصل، تماره بتحب ايش؟ بتحب البامية. بتحب هاي الشغلات. برضو بتحب الخضروات شوي، صح مزبوط. طيب شيف خميس رح هيكا. نطلع لفاصل صغير. اوكي طب بصير احكي لك انه احنا هيك خلصنا وصفه الكسديه مع سوري كريم. أوكي. وبدنا نروح لوصفتنا السلطه بعد الفاصل. يلا انت. يلا رح نطلع لفاصل. يعني مش عارف شو ضف. عجبتك؟ بنكت بنكت على حسابي. لا لا لا. حسابي. لا لا. أنت زميلة عزيزة. رجعنا من الفاصل لحتى نكمل بوصفاتنا، وصلنا لآخر وصفة. وشوف خميس شو رأيك ننطلق للمقادير مباشرة؟ يلا. يلا اقلعي. يلا. سلطة الشيبس المكسيكية، عنا باكيت تاكو، عنا 3 حبات خيار، 3 حبات فلفل حلو ملون، نص كوب بصل أخضر، نص كوب شرائح زيتون، خس مقطع، ضمة كزبرة، ربع كوب مخلل فلفل، وعنا رشة كمون، رشة بابريكا، ربع كوب زيت زيتون، ربع كوب عصير ليمون أخضر، وعنا ملح وفلفل أسود. يلا شوف خميس تفضل. طب والفلفل الاخضر الحار هالابينيوس. طيب شو بدنا نعمل؟ شيبساتنا. اوكي كسرهم. تمام هكذا. اوكي طبعا زميلتي العزيزه فتفتهم. زميلتي العزيزه فانيتا زوبي. نعم حكت لي شو رايك نضيف السور كريم على الوصفه؟ قلت لها احسنتي تطلع زي الناتشوز يعني. بالضبط. راح خميس ركاد جاب سور كريم. وبرضه بزبط تضيف التشيز كمان عليه. لا عشان انا ما بحب التشيز الا اذا كانت ميلتد. انسي هذا كان زياده مش ما اعرف ليش. المهم نقدر نحطه هو بدل التشيز. لا طيب اوكي حط خس. تمام اوكي كمان شويه خس. كمان شويه خس. كمان حبه خس. لا خلص تمام.
خميس على فكره. طيب. اخف دم بحياه الله. الله يسعد قلبك. وحتى سوزان يعني بتضلها تقولنا قد ايه دمنا خفيف وبتحبنا. والله احنا بنحبك يا سوزان كمان كثير. احنا بنحبكم كلكم حبيبتنا والله. بحبكم كلكم. طيب. عن جد حطينا الخيار، هلا بنحط الفلفل الحلو الاحمر وشوي من الفلفل الحار عشان مش كل، ولا احطه على الوجه عشان على الوجه اظن هذا اطيب. اوكي على الوجه. زيتون تمام. بعدين نحط عصير الليمون. اوكي والزيت. والزيت الملح والفلفل الاخضر راح، والملح والفلفل الاخضر. بس شوفوا انا السلطه ما بتتب الرش، لازم نحط على انا هلا قدرت العصير الليمون هذا غلط، لازم كنت حطيت الملح مع السوائل الموجوده ونحركهم مع بعض بعدين بنضيفهم على السلطه حتى أوكي. نخلي الملح والفلفل يوصلوا لكل المكونات اللي احنا عاملينها 100%. اوكي تمام. هلا نخلطهم مع بعض هيك. حركت الزيت مع الملح والفلفل وبنضيفهم فوق السلطه. تمام يا عيني. نعمل هيك هيك ونحط الصحون ورا وين بالضبط؟ عند المشلة. ما حكينا. اوكي اوكي بنرجع لعند الصحن بنخلط بايدينا. تعطيني الصحن. نعطي شيف خميس الصحن تبع السلطه. تفضل نحط الصحن هون على جنب. مش هاد مش هاد؟ اه والله خلص خليه خلص خليه. لا 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 والله لا والله حلفت قبلك. والله حلفت قبلك. خلص حلفت قبلك بحكي. ده بدك هاد؟ اعطيني الصحن يا عمي. هذا احسن للرز. اعطيني بس. تفضل. اوكي بنحط بعدين السلطه جوا الصحن. اللي برن علي مش وقته بيحضرني. في حدا برن عليك؟ بحب لما يرنوا علينا بالحلقه. انت بتشايفني على الهواء ايش بدك؟ لا برنوا كمان مره ومرتين وثلاثه بتعرف هيك يعني خلص بكون كثير محمس الموضوع، خصوصا لما يكونوا ناس قراب منا. يا الله بكون يحضرك. لا ما اظن هيك. هو بيثير شكوك جواك انه في طيبه عم بتصير، فهمتي؟ انه رد يلا اخلص 100%. انا بدي اسلم على سيره محضرونا، لان صاحبتي دانا ابو حسنة كانت عم بتصورني فيديو برضه، بدي اسلم عليها لانها كانت تحضرنا. تحياتنا لإلها، دائما بتصورنا كل ما تكون قاعده مع تحياتنا لإلها ولأمها كمان اكيد. تحياتنا لكم انه دائما بكونوا قاعدين عم بيحضرونا، تحياتنا لإلهم. هاي الفلفل الاخضر المكبوس الهالبينوس حطيناهم هيك، هدول نخليهم عشان ناكل فيهم الكسديه كمان شوي. تمام بس نخلص الحلقه. والله صح برضه فكره. بعدين بنجيب السور كريم وبنفس ستايل شو اسمه الناتشز، نحط السور كريم بهذا الشكل على جهه واحده. على ثلاث جهات. على ثلاث جهات خلص معززكم بالموضوع. يلا روح هيك بنقدم لكم. استني شوي لازم ياخذها. شو له يا بنت؟ انا اسفه والله حقك علي. الله حقك علي. اول مره من يوم ما جيت على البرنامج. يلا اسمعي اول مره بهني لسيد رامي بهي اللحظه. طيب فارجوكي لا تحرميني منها، كنت بدك تاخذي الصحن. لا تفضل هي هيك. طيب احنا هلا بنسكب اخر وصفه الرز. طبعا أنا. الرز كثير طيب بيطلع عن جد مع الفريسكا، وتعملوه معاملة السلطة العربية صح عن جد راح يطلع مش عادي. وهو كمان هون فيجيتيريان، هذا لا في دجاج ولا في لحمة ولا مخلمين ولا صح. وريحة الكزبرة مع الكمون الحب عاملة ريحة مش عادية. متجنن. اوكي ابدعت والله. شوف شكرا كثير فانيتا. اوكي هلا حطينا الرز وخلينا نسلم طبعا على صفاء صندوق تحياتنا لك يا صفاء، برضه عم تبعت لنا تحياتنا. احنا بنحبك كثير كمان يا صفاء. إخلاص كمان تحياتنا لإلك يا إخلاص، نورتينا يا إخلاص. ومين عندنا كمان؟ مشادي. مشادي تحياتنا لإلك حبيبة القلب. كل اللي بيتابعونا كمان من فلسطين تحياتنا لإلهم. تحياتنا لكم ولكل أهلنا بفلسطين العزيزة. طيب أنا هلأ هيك خلصت ثلاث وصفات، بدي بس أرجع أعدي لكم شو عملنا اليوم. إحنا اليوم وصفاتنا كلها كانت بنكهات مكسيكية. عملنا الكسدية، خدت يا رامي شو بدي استاذ، صرت استاذ ما في مجال. طيب أوكي. عملنا اليوم ثلاث وصفات بنكهات مكسيكيه. عملنا الكسديه وهي السندويشه اللي كثير طيبه، ومن وحده من السندويشات المكسيكيه اللي انا كثير بحبها. واللي هي بتنعمل مع الدجاج والخضره وبيكون فيها البهارات المكسيكيه الطعم الرئيسي فيها. وقدمناها مع سور كريم. سور كريم كثير سهل، عملناه باللبنه مع الكريمه وعصير الليمون وفلفل ابيض وملح. وعملنا كمان رز بنكهات مكسيكية، أضفنا له الكمون الحب مع الكمون البودرة وكمان الكزبرة البودرة والكزبرة الفريش. والخضرة كانت فلفل حلو ملون مع التشاري توميتو. سلطتنا كانت سلطة يعني سلطة تشيبس مع الخس والسور كريم اللي أضافته فانيتا بآخر الحلقة بنحكي لها شكرا عليه، مع الهالبينو والزيتون. نكهات طيبة كانت ومتجانسة، وبنصحكم أنكم تجربوها. شكرا لكم، بداية أسبوع سعيدة على الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك شيف خميس، يعطيك العافيه، ويعطيك العافيه انك رح تروح كمان تطبخ برضه، فتحياتنا لك اكيد لكل العائله الكريمه. شكرا لعائلتنا الحلوه كمان اللي بتحضرنا، انتم كمان عائلتنا واحنا بنحبكم كثير. واكيد ان شاء الله بكره بنلاقيكم بحلقه جديده من صحتين وهنا. يلا باي باي.